عليكم، شلونكم شباب؟ اليوم هنسوي تحدي لعبة بيس 2016 مع قناة من قناة هارد جيمينج مع قناة ذا رايت جيمر، وهسه تشوفون السحيلة اللي حصير. نبي نوع هذا قاعد اليوم اكمبر لك بالطوبة. حتى بالطوبة اكمبر لك. هاي الديمو روما ضع روما استعراض. يلا منو هذا؟ هذا عني نسيت. شفت الفوق التحكمات يا ذا رايت جيمر. شفت الفوق؟ لا اسف اني اعتذر اني. هذا السرعه، هاي ايش اسمه مناوله، هذا يسدد سدد مربع مثلث ثرو جوليا داره، هاي تكسر وتشوت عالي. يلا ونبدي. هنا اكل مو هنا شنو هنا اكل؟ هنا اكل اي لا 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 تريد جيمر بعد عنه. انا بار ميونخ ان الحظ يلعب دوره. يلا الشباب يلا يا ولد. هايلي اي شوف ثريد جيمر قام يخربط ثريد ذا ريد. عبود انت لا 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 ديستل اكس ديستل اكس ديستل اكس ما غلطت ان الشيطان يلعب دوره. نو طيب يلا يا ذا ريد. هاي هنا العلومات هيك وها هيك صعدها وتنزلها. ليش هاي هيك نزلت مستواها؟ يلا مو تلاعب ذا ريد جيمر. ذا ريد جيمر يقول لي اني لاعب الفيفا، يقول لي انا اقوى لاعب بالفيفا. ابي الفيفا مو بالفيفا. قلت له تعال، قلت له زين، قال لي اي شيء العب وياك انا افوزك. قلت له يلا تعال هذا التحدي. عادي عمال هدية مو هي هاي؟ لا اجر فارس. لا اجر فارس باع هالحركة خراب. لا انسى نشوف الاستحواذ على الكرة. جزاء اولي الجزاء بالديمو ما اعرف اضربه. اخذ يلا واحد اثنين ثلاث ما اعرف اضرب جزاء. لا حركش مدريني ان الشيطان يلعب دوره. لا ما احب الجزاءات اقول بيهن. فرم يعسوك من يعلسني. روح انا العب بال 15. طيبات طيبات دراه لك لك مو تحكم على التوب اوفنس بس. هاي قام يهمبل لا بشرفه إذا ما حدا بيطلع الفوم ماتشوت يعني من ستة متى ما تدري تعرف راح تشوت له راح تبغى راح تقلب قوية لكن بس لين اثنين يصيرون شوت. لا لا يا شباب هذا اللاعب تكون قناة ذا رايت جيمر يعني هي هاي بس على مود تدافع على نفسها. No. ونحطها في القول. في القول يعني القول، والقول يعني القول، والقول يعني القول. ونحطها شوف 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 هذا القول. علم وتعلم يا معلم. عبود مو التصوير هذا صور.
حلوة مفولتها قلتاني راحت. أبوك سيج واحد أنا ما ألعب ويا الغرباء. لا حبيبي. عبود عند الجيتي مستعمل. ها؟ على الديفون مستعمل يلا بدان. يلا على سيدي. يعني وش لو عليك سريع انت معدلهم وجاي وش معدل هي هاي ديمو شباب يقول لي انت دا تغش لان ما اعرف يلعب يقول لي انت معدل لاعبك هي هاي ديمو شلون اعدلهم استعدل حتى لو هي مو اذا شلون اعدلهم يعني ها يعني انت غشاشي مش ما يعني هاي ديمو ما تتخزن اي شيء تلعب بها ما يتخزن لا شلون معدلهم يعدلهم على قد الجيم انا مو يمك قاعد تلعب هسه لا يا عبالي نعيد الكرة يسموني راب القشاش ايه لك سويت راب اليوم قاعد تكتب صفانيت اقولكم شباب هسه يجوز يجوز حيحترق البلاي فور من ورا هذا دي همبل ذا ريد جيمر واو ذا ريد جيمر شايف ركنيه من نص الملعب ومقول شوف يعني الحماوه يعني شباب شنو الحكي؟ لا بشرف وي شباب لو عندي كان سويت لكم فيس كام بس الكاميرا نسيت اجيبها كان سويت لكم فيس كام ابو شوف الغي بس الغي وحش لا شباب ذرت قمر يقول لي شو اسمه يقول لي الغي التصوير وان شاء الله اليوم اعدله بالقناه حنشرب قناه ذرت قمر بس انت سد الحكي ما تنسى دواي مال سامسونج بس بالبلاي تنسى هاي وين هذا وين داي تشوت خلجي السماعة مال البلاي لازم كنا خصم نص من دساك نوقف اذا هو جميل شباب ذا ريد جيمر هو اللي هو محمد يقول لي لا تنزل الفيديو ارجوك اي حكاية انا انقلها لليوتيوب شنو هذا يلعب وان تو وان تو يلعب علي يلعب انا العب عبود لا تلغي التصوير لا عبود قول لا 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 كرة خطيرة شباب 2-0 والنتيجة مستمرة لا سموني رب القشاش شو يسموك سموك لاعب فاشل هاي لعبن لا يا رباه يا رباه عبود تلعب سعود بس تخفيفا حتى لا تقدر يسحلك وانا معمل اخوي يسحني ولا شباب هذا الجيم اذا عجبكم حتى ننزل حتى اشتريها واذا ما عجبكم اكتبوا له هذا ذا ريد جيمر بالكومنت اذا ما عجبتكم حتى ما نشتريها دلعب يستحي اوكي هاي اللعبة له هاي الهجمة له اذا ما يقول بيها اولي على وش خير روح يس
وا ربا روح يا ابو الشباب بعد حد اجده يا عبود يا بهار جيمينج يا ايمو حسست تلعب اكل لحد هارت واو سحلة في القاع لا اسمه الله ربكم وش قد احبكم هارت جيمينج وي 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 اقول لكم هارت جيمينج قام لسه تدفع تنزل يصعده وينزله